هداك اليوم بمزرعة عيلة باشات صارت الحادثة الفظيعة. كانت رح تفرق ثلاث أولاد عن بعضهم، زينب، سلجو، وطبعاً كوكان. بس هالشي ما بيعني إنه هالولاد ما رح يجتمعوا مرة تانية وما رح يشوفوا بعض. كوكان، كوكان، رايح لعند الأحصنة؟ وأنا بدي روح كمان. غوكان، انت بتعرف كم مره خالي نبهنا احنا ما لازم نركب الاحصنه؟ اصلا بنكون رحنا واجينا قبل ما يجي هو من المدينه. بتعرف اذا خالي شافنا ونحن راكبين حصانه؟ والله لا يقتلنا. برافو عليك يا اخي، حاسس حالي عم طير بالسماء. شوف لحقتنا زينب لهون. وأنا كمان بدي أركب على الحصان. طيب ماشي، تعالي لطلعي. بابا، خالي، اجا خالي. يلا خلونا نرجع فورا على المزرعة، خلونا نختصر الطريق. روزغار يا روحي، روزغار. لك نحن شو يلي عملنا؟ بسرعة اركض، خلي العم ذو الفقار يعرف فورا. روزغار تحمل يا روزغار، بترجاك تحمل. اهدى يا روحي، كل شي رح يصير منيح. اتحمل يا روزغار، بترجاك اتحمل. أصغر بترجاك يا أبي. خلص أنا بروح. رح تصير منيح يا روزغار، أنت رح تصير منيح، لا تستسلم ماشي. مين عمل هيك؟ يا بيك رجله مكسورة. أنا عم بسأل مين عمل هيك؟ مين؟ مين طلع حصاني من الأسطبل؟ مين؟ لا تطلعوا، قلتوا طلعوا يا بيك. بعد أنا عملت هيك. أنتي مين مفكرة حالك وليه؟ مين أنتي لتركبي حصاني؟ بترجاك يا بيك. ذو الفقار بعد، رح أقتلك يا بنت، رح أكسر رجلك التنتين.
مين انت؟ لا تضربها، انا عملت هيك، كل شيء صار بسببي. روح من هون. بابا خدوه من هون. اتركوني اتركوني. لا اخدوه. يا بي علي حكمت بي، علي حكمت بي. هذا الموضوع مسؤوليتك. انت هلأ صرت زلمة، ما بيصير الأحصان المكسور يعيش. أنا بقتله. سلجوق سلجوق.